ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. النهارده الفيديو هنعمل تجربه المنتجات الجديده الجزء الثاني. احنا عملنا الجزء الاولاني في الفيديو من كام اسبوع كده وعجبكم جدا، فهنعمله تاني. لو ما شفتوهوش روحوا شوفوه، هسيبه لكم في صندوق الوصف. اول منتج معايا شيبسي بالصلصه الحاره الحلوه. بصوا، هو باين ان هو ميكس حلو يعني فيه سبايسي وحلو يعني لطيف. تعالوا نفتحه وندوقه ونقيمه. بصوا ده شكله من جوه، هو ريحته حلوه فيها سنه سبايسي بس لطيف يعني. بصوا هندوق بقى ونقيمه. هو طعمه حلو، فيه سنه سبايسي كده حلوه اللي هي مش حرق قوي، حلو يعني انا عجبني. وهديله تقييم 8/10. هو باين من عصره ان هو ميكسات اصلا، شكله لطيف يعني، فانا تمام هديله 8/10. ده كان المنتج الاول، يلا بينا على المنتج التاني. المنتج التاني معايا فلفل اخضر حراق. تمام، ده بقى شكله سبايسي جدا جدا من الصورة يعني. بصوا الفلفل، هنفتحه برضو وندوقه ونقيمه. تمام، بصوا كده هو شكله من جوه. بصوا هو شكله غامق كده، التوابل الغامقه، فتعالوا يلا بينا ندوق. هو ريحه بصراحه حراقه. هندوق بقى ونقول رأينا. بصوا هو طعمه حلو قوي قوي للناس اللي بيحبوا السبايسي جدا، هو سبايسي جدا جدا. انا هديله تقييم 9/10 لعشاق السبايسي. ده كده كان تاني منتج معانا. تالت منتج تايجر اكسترا كرانش. تمام، ده اللي هو مقرمش زياده قوي، ده بالجبنه الناتشو. يلا بصوا هو شكله مقرمش من على الكيس، تعالوا بقى نفتحه من جوه ونشوفه ايه اخباره. بصوا من جوه شكله زي الكيس بالظبط، مقرمش قوي شكله يعني كده. تمام يلا بينا ندوق. بصوا هو الجبنه حلوه لطيفه يعني، وهديله تقييم 7/7.5/10. هو حلو، هو مقرمش كمان. تالت حاجة التايجر اكسترا كرانش برضو بالتشيز برجر، هندوقه برضو ونقيمه. هو برضو مقرمش زي التاني بالظبط، مفيش اي اختلاف فيه خالص. تمام زي ما انتوا شايفين كده، هندوق. هو ده عليه توابل واضحة شوية، هندوقه بقى ونقول رأينا. بصوا هو طعمه مش حلو قوي، التشيز برجر مش واضحه، مش طعم البرجر خالص، لا ما عجبنيش. ده هديله تقييم 5/10، ما عجبنيش خالص. تمام، ومعايا بقى الحاجات الحلوه ميجا دبل. تمام، بصوا دي متكونه من 3 طبقات. اول طبقه يعني 3 طبقات فيها شوكولاته وصوصات. اول حاجه اللي هي الفانيليا اللي احنا متعودين عليها، عليها طبقه شوكولاته خفيفه، طبقه فراوله صوص فراوله، طبقه شوكولاته تقيله اللي هي ظاهره قدامكم دي. هندوقها بقى. بصوا طعمها جميل جدا، هي تقيله شويه يعني، ما تاكلوش غير واحده بس منها، وما تاكل يعني مش تتاكل كل يوم، هي كل فتره عشان صراحه تقيله، بس هي حلوه قوي وطعمها كل حاجه واضحه فيها. بصوا هو صوص صوص الستروبري تقيل شوية، هديها تقييم 10/10، تحفة. دي بقى كده لقيتها في السوبر ماركت جديدة، اسمها ذا سيكريت تيلز ماجيك اوف اوف ذا فليفر. تمام، وندر فيل بالبابل جام اللبان. هندوقها بقى ونقيمها برضه. دي اخر حاجة معانا النهاردة. تمام، بصوا هي هي كسرت بس شويه، مش مشكله هندوقها. هي باين عليها طبقه كده من الشوكولاته البيضاء، وجواها اللي هو طعم اللبان اللي هما كاتبين الطعم يعني، في منها كذا طعم. تمام، بصوا هي طعمها مش قوي، هي طعمها زي الدواء، ما عجبتنيش. انا هديها تقييم 5/10 برضو، ما عجبتنيش خالص خالص. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، وكمان روحوا اشتركوا في قناة اختي الجديدة، سيبها لكم في صندوق الوصف وتشتركوا فيها، ويا رب تعجبكم. وباي، استنونا في الفيديوهات الجاية.